واسع واسم كثيرة في ما يتعلق بمجرى الثورة والمواقف حولها. هذا الوضع ربما يجعل إمكانية طرح عن كل القضايا في الندوة مسألة صعبة، لكن سوف أحاول أن أطرح ما يثير الالتباس والتشوش، خصوصا كما أشار الشيخ عفان بعد الغارة الصهيونية على دمشق، وأيضا بعد الحديث الطويل عن هيمنة الإسلاميين على المجموعات المسلحة. الدفع باتجاه الثورة ستؤدي إلى سيطرة الإسلاميين على السلطة. هذه مسائل تحتاج إلى نقاش. طبعا أشير أولا إلى أن الإعلام الذي ينقل يجب أن يوضع بين قوسين، لأن ما ينقل في الإعلام لا يعبر حقيقة عن الواقع، لأن خلف هذا الإعلام توجهات أيديولوجية معينة منذ بدء الثورة، وسوف أشير إلى ذلك حينما أتحدث عن موضوع أسلمة الثورة. أيضا يجب أن نلمس أن اليسار العربي الذي تبلور خلال العقود الماضية حكم الرؤية، أعتقد أنها كانت مجردة تتحدث عن الإمبريالية بالمعنى العام، وبالتالي تعتبر أن الصراع في العالم هو صراع مع الإمبريالية أو ضد الإمبريالية، والإمبريالية هنا تحدد بأمريكا بالتحديد، وبالتالي يصبح كل شيء مخالف لأمريكا هو صحيح. هذا الأمر يعني جعل هؤلاء ينطلقون من قالب مسبق محدد يوصل إلى استنتاجات محددة واضحة دون محاولة لفهم الواقع، وتأتي التصريحات ويأتي الإعلام لكي يؤكد هذه المسألة، وليس هناك ميل لديها لكي تحاول التدقيق في الواقع لكي تفحص هل أن في الواقع وضع آخر أو لا. من هذا المنظور سوف أتحدث عن عسكرة الثورة أولا، ولماذا أصبح هناك العمل المسلح هو الأساسي في الثورة السورية، ومن ثم سوف أشير إلى الأسلمة التي يشار إليها في الإعلام وحدود توضعها في الواقع السوري، لأصل إلى فهم الوضع العالمي الذي أعتقد أنه يحتاج إلى نقاش دقيق الآن بعد التحولات العالمية التي جرت وتجري. ومن ثم يمكن الإشارة السريعة إلى آفات الوضع السوري. طبعاً الثورة السورية بدأت ككل الثورات العربية، أو حاولت بالتحديد أن تقلد الثورة في مصر، بمعنى أن الفكرة الأساسية التي حكمت الشباب الذي بدأ يتحرك ويدفع باتجاه التظاهر كان يحاول أن يفعل ما فعل الشباب المصري بالأساس، سواء تعلق الأمر بالخروج من الجوامع أو تعلق الأمر بالدفع باتجاه السيطرة على الساحات في إطار سلمي. هذا الوضع الذي حكم الثورة خلال الأشهر الستة على الأقل الأولى، والتي اعترف النظام متأخرا أنها لم تشهد أي عمل مسلح من قبل الشعب، لكن يجب أن نلمس عدد من العناصر التي أوصلت الثورة السورية إلى هذا الوضع، حيث سنجد أولا أن النظام قرر ما قبل الثورة حينما بدأ يتلمس أن وضع سوريا يمكن أن يسير نحو الثورة، بدأ يتلمس أن عليه أن يستخدم آليات مختلفة عن الآليات التي اتبعت في تونس ومصر خصوصا، وكان استنتاجه الأساسي تجربة تونس ومصر أن خطأ حسني مبارك أنه لم يستخدم الحرس الجمهوري من اللحظة. لهذا
دفع النظام منذ اللحظة الأولى باستخدام العنف العاري. هذا الوضع كان يستلزم منه أن يقيم تصوراً أيديولوجياً يبرر هذا الاستخدام للسلاح، وهذا ما دفع بالإيجاب الحديث عن مجموعات إرهابية مسلحة منذ البداية عن السلفيين والإمارات السلفية. هذا الوضع كان يدفع من جهة لتطور عنيف في مواجهة المتظاهرين من أجل وقف توسع الثورة. وإذا كان العنف الذي مورس قد دفع إلى توسع الثورة في العديد من المناطق، إلا أنه أيضا أدى لتخوفات لم تسمح بتبلور مليونيات كما حدث في مصر، كما حدث في آخر لحظة في تونس. رغم أن الظروف الأوضاع التي كانت تسمح بتظاهرات هائلة، وجدنا أن هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين يحتلون الساحات كما حدث في حمص في 18 نيسان، أو كما حدث في حما بعد ذلك، أن معظم سكان حما ملأوا الشوارع بتظاهرات. الآن أعتقد أن حالة مواجهة الثورة بالعنف في سوريا هي التعبير العميق لواقع الفئة المافياوية الحاكمة في سوريا، والتي هي عمليا شبيهة بالفئات الأخرى في مصر وتونس وكل البلدان الأخرى، لكن في تونس ومصر كان واضح أن هناك إمكانية للالتفاف على الثورة عبر استخدام الجيش، لأن الجيش مؤسسة مستقلة وهناك تأثير خارجي فيها أمريكي بالتحديد، وبالتالي هناك خوف في مصر كان من التوريث. هذا الأمر كان يسمح بأن يلعب الجيش دور المنقذ من أجل امتصاص الثورة وبالتالي تفريغها بالمحتوى. طبعا لا أستطيع أن أقول أن هذا نجح تماما، لأن الحراك لا زال مستمرا في تونس ومصر، ولكن هذا شكل من أشكال مواجهة الطبقة المسيطرة المافياوية التي أصبحت تنهب المجتمع والتي لها طابع عائلي وبوليسي في مصر وتونس وسوريا وكل البلدان العربية واليمن وكل هذه البلدان. هناك تشابه عالي في هذا الموضوع، لكن بالتالي يجب الإشارة أن هذه الفئات لا تسمح بأن تنهار بسهولة. لهذا حينما وجدت المافيا السورية أن التغيير في مصر وتونس تم بسهولة، قررت أن تندفع باتجاه عنف عاري من أجل سحق أي حراك حتى لو أدى ذلك إلى تدمير البلد. وكان الشعار الذي طرح منذ البداية الأسد أو لا أحد، وبالتالي وهذا ما شهدناه طيلة الفترة الماضية. من هذا المنظور بالضرورة أي ثورة تواجه بهذا العنف لن تقف عند مرحلة النضال السلمي بشكل طبيعي، لأن العنف يقابل بعنف. من هذا المنظور دخلنا في مرحلة تسليح الثورة والدفع باتجاه أن يصبح العمل العسكري هو العمل الأساسي في الثورة. طبعا نتيجة غياب الأحزاب السياسية الفاعلة للثورة السورية صارت الثورة في أشكال وقعت في عديد من الأخطاء. كان يمكن أن يبقى عمل الشعب قائما وأن يدعم بعمل عسكري، لكن بساطة الوعي الشعبي الذي انتقل من النضال السلمي، الشباب الذي كان يناضل سلميا الذي انتقل إلى العمل المسلح، جعلت الأمور تبدو وكأن لا إمكانية لإسقاط النظام إلا بالعنف، وبالتالي جرى إهمال النشاط الشعبي رغم استمراره إلى الآن في عديد من الأماكن. طبعا هناك عناصر أخرى أدت إلى ذلك، لكن كان هذا عنصرا أساسيا كما أعتقد.
هذا الأمر يجعلنا نقول أن الانتقال إلى العمل المسلح كان أمراً طبيعياً في وضع مارست السلطة كل الوحشية الممكنة كما نلاحظ الآن. بالتالي لا يمكن أن نقول أن هناك خطأ أو أن هناك كان بالإمكان أن لا ننتقل إلى هذه المرحلة. لا. هذا أمر ضروري أن نقف أمامه، أن نفهمه بدقة، ليس فقط في سوريا وأيضا في كل المنطقة العربية، لأن واقع الصراع الذي لا زال مستمرا قد يدفع إلى تفاقم أعلى للصراعات تتجاوز الشكل الذي بدأت به الثورات. النقطة الأخرى في هذا الأمر أيضا سنلمس أن امتداد الثورات من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن والبحرين ووصولا إلى سوريا وتحرك كان في البداية في عمان وفي الجزائر وفي المغرب وفي الأردن وحتى في العراق، هذا الوضع كان يربك ويرعب عديد من القوى الإقليمية والدولية. وهنا يمكن أن نلاحظ الموقف السعودي بالأساس الذي بدأ يتحسس منذ الثورة التونسية أن المد الثوري قد يصل إلى السعودية، خصوصا أن ظروف الشعب في الجزيرة العربية لا يختلف كثيرا عن ظروف الشعوب العربية الأخرى، رغم أن السعودية بلد نفطي وشهدنا أن ليبيا البلد النفطي أيضا كان الشعب يعاني من فقر شديد، وشهدنا ذلك في الجزائر أيضا وفي عمان أيضا. من هذا المنظور أعتقد أن هناك تواطؤا إقليميا ودوليا قد نشأ من أجل أن يجري تدمير الثورة السورية لكي تكون آخر الثورات في المنطقة. هذا الأمر تحقق عبر أشكال مختلفة من التدخل والتداخل، التدخل عبر دعم النظام في سوريا ليس فقط من إيران ولكن أيضا حتى السعودية والإمارات كانت تدفع باتجاه دعم النظام السعودي وقدمت له ماليا لأشهر بعد الثورة، وبعض لا زال يقدم إلى الآن. من هذا المنظور سنلمس أن هذه البلدان دفعت باتجاه تقوية النظام بدل الضعف. أيضا الصراعات في الوضع الدولي وإشعار النظام أن وإشعار النظام أن لا إمكانية لتدخل دولي كان يعني أن يستخدم النظام كل قدراته العنفية في مواجهة الشعب، وقد دفع إلى ذلك دفع. وكانت أمريكا في عديد من اللحظات تقول أن هناك تنظيم القاعدة في سوريا في اللحظة التي لم يكن هناك أصلاً وجود تنظيم القاعدة في سوريا، وكانت تبرر بعض سياسات النظام وتغطي عليها انطلاقاً من الحديث عن وجود تنظيم القاعدة. في هذا الوضع كان واضح أيضاً أن الثورة السورية يجب أن تدمر وأن يدفع النظام لكي يمارس أقصى أشكال العنف والتدمير، لكي تستشعر الشعوب الأخرى أن أي ثورة ستحدث سيكون مصيرها كمصير سوريا. وهذا ما قاله النظام في الأردن للمتظاهرين نهاية السنة الماضية حينما تظاهروا على موضوع بلاء الأسعار، قال ذلك بدقة أنه هل تريدون أن كل يصبح وضعكم زي الخير الزعتري الموجود في الأردن ولم يعني أسسه النظام الأردني بهذا الشكل اليوم. فهذه أيضا نقطة كانت تدفع باتجاه زيادة العنف. الآن مسألة الأسلمة، طبعا هناك كلام كثير أسمعه دائما أن الإسلاميين مسيطرون، وعن كثير من الأصدقاء يبدو كأن هذه المسألة بديهية، حتى من يؤيد الثورة السورية في بعض الأحيان ينطلق أن هذه المسألة بديهية. مش فيه ده من صنع لا عند الاسلام دي الاخوان مش فيه ده الاخوان انا
بدينا نحكي على الأسلم بس. بالتأكيد هناك قوى إسلامية موجودة في فلسطين، وخصوصا ظهر دورها أكثر بعد ما أصبح الصراع هو صراع مسلح، لأن لكن لا يمكن أن نقول أن القوى الإسلامية هي المهيمنة على القوى السورية، لأن في سوريا أكثر من مشكلة تعرض لها الإسلاميين وجعلت وضعهم في داخل سوريا ضعيف أساساً. يعني حينما نتحدث عن الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين تاريخياً كان وجودهم ضعيف في سوريا وليس قوياً كما كان في مصر، وكانوا محصورين في مدن أساسية ولم يتوسعوا أرياف إلا في بعض المناطق المحدودة في شكل محيط حلب وإدلب. أيضا كان هناك الصراع الذي جرى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والذي أدى دمار كبير في حماة ونصر في حماة. هذا الأمر أيضا أدى لأنه ينتهي وجود الإخوان المسلمين في سوريا، لأن هناك قانون يعني يجعل كل عضو في الإخوان قابل أن يحكم بالإعدام بقرار بدون محكمة. بالتالي أصبح واضحا أن الوجود الحقيقي غائب، موجود باتوا موجودين بالخارج، لهم وجود بالخارج. حينما بدأت الثورة لم يظهر لهم دور حقيقي ولم يظهر وجود حقيقي لهم. كان هناك بعض التواجد المحدود الفردي في عديد من المناطق، ولكنه لم يكن وجودا تنظيميا. حاولوا أن يلعبوا من الخارج دور الدافع باتجاه العمل المسلح حتى قبل ما تنجرح الأمور إلى العمل المسلح، لأنهم كانوا يعتقدون أن عبر العمل المسلح يستطيعون شراء ناس على الأرض، لأن العمل المسلح يحتاج إلى ناس. وهذا ما حاولوا أن يدفعوا به، وحاولوا أن يساوموا عديد من المجموعات المسلحة على الأرض في هذا السياق. لكن رغم ذلك لم يصبحوا قوة حقيقية على الأرض. حينما انفتحت حدود الشمال دخل لهم بعض الذين كانوا بالخارج، أصبح لهم قدر من الوجود العسكري في منطقة حلب. من هذا المنظور لا زالوا قوى ضعيفة على الأرض في إطار عشرات الآلاف من المسلحين من الشباب الذين كانوا يمرنون سلميا ومن ثم تحولوا إلى عمل عسكري. طبعا هناك مشكلة أو هناك مسألة مهمة، هو أن كثير من هؤلاء الشباب هو شباب متدين، لكن لا نستطيع أن نضع هذا الشباب المتدين في صف الإخوان المسلمين أو صف أي تنظيم آخر، لأنه تدينه تدين شعبي لا ينطلق من منظور أيديولوجي، ولم يأخذ الصراع ضد السلطة من منظور أنه مسلم ضد السلطة عنوية كما يقال، خاض صراع ضد سلطة سدت الأفق أمامه ومنعت قدرته على العيش. هذا أساس لرأي معظم الشباب. من هذا المنظور يجب أن نميز بين هؤلاء الشباب لأنهم كتل موجودة بالشارع السوري، وبين التنظيمات المسلحة، تنظيمات الإخوان المسلمين جبهة النصرة أحرار الشام السلفيون، الذين هم مجموعات صغيرة تبدو في إطار هذا الموضوع. وحسب ما أعتقد أن نسبة المتأسفين بمعنى المؤدجين الإسلاميين في إطار الثورة لا تبلغ 10%. جبهة النصرة أدخلت بدعم من النظام ومن السعودية لتخريب واقع الثورة السورية، لهذا نعتبر أنها ثورة مضادة تنطلق بالأساس من منظور ديني ضيق ومن منظور الصراع في إطار الدين وليس من منظور سياسي، وبالتالي هي تخوض صراع ضد العلويين كعلويين وضد المسيحيين كمسيحيين وضد السنة، لأنهم لا يلتزموا بالأفكار الوهابية الضيقة التي تحكمهم. هذا الوضع جعلهم الآن في صراع مع الشارع في المناطق التي تواجدوا فيها، في حلب، في الرقة، في إدلب، في مختلف مناطق الشمال.
ومعرضين للتصفية في مناطق أخرى من قبل الكتائب المسلحة نفسها التي ترى أنهم خطر على الثورة لأنهم يحاولون أن يقوموا بممارسات طائفية ضد الثورة. الآن من الواضح أن الواقع الشعبي بدأ يكتشف أن الإسلاميين لهم مخطط خاص في سوريا لهذا، لديهم أسلحة لا يعطوها للمجموعات المسلحة التي تحتاجها، وبالتالي بدأ الناس يعتقدون أن للإخوان المسلمين مخطط خاص خارج إطار الثورة السورية، لذلك بدأ هجوم شعبي عليهم في كثير من المناطق. وأيضا في إطار المعارضة السياسية التي كانوا يعتبرون هم القوة الأساسية فيها في الخارج، بدأ الآن انقسام كبير لتهميشهم، وخصوصا بعد أن تغير الوضع الدولي، وهذا ما سأدخل فيه بشكل سريع الآن عشان ما أكون خلصت. أيضا جبهة النصرة الآن كما أشرت معرضة للمواجهة للناس، يعتبرون أنها ضارة في إطار الثورة وليس في مساعدة الثورة. من هذا المنظور لا نستطيع أن نقول أن الإسلاميين يهيمنون على الثورة السورية، ولن يهيمنوا أصلا على الثورة السورية، لأن القطاع الكبير من الشباب الذي يقاتل سواء كان متدينا أو غير متدين ويقاتل من أجل تغيير سلطة سياسية في أفق تحقيق مصالح هؤلاء الشباب الذين باقوا عاطلين عن العمل بالنسبة في سوريا عادي أو فقرين نتيجة الهجوم المنخفضة، وبالتالي هم يريدون نمط آخر من الدولة ومن المجتمع ولا يريدون الأسلمة أو فرق الوضع الإسلامي. على صعيد الوضع الدولي يعني هو الكلام عن المؤامرة الإمبريالية التي جرى الحديث كثيرا عنها في الماضي، يتوضح الآن أن أمريكا تعمل سمسار لدى روسيا، بمعنى أن الصراع العالمي الذي كان قائما في الماضي في إطار الحرب الباردة والميل الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة للهيمنة على العالم قد اختلف الآن اختلافا جذريا، جعل أمريكا الآن تبيع سوريا لروسيا وأقصد بكل تبيع، بمعنى أمريكا تعترف الآن بروسيا بمصالح روسيا في سوريا وتعمل جاهدة لترتيب وضع المعارضة السورية التي ارتبطت بالغرب لكي تقبل بالحل الروسي وتدفع بالمجاهد لما أسمي أصدقاء سوريا الذين يسمون دول المجاهد لكي توافق على الحل الروسي ويعملون مع قطر لإبعادها عن الوضع السوري، لأن هم قطر في مسألة سوريا. تركيا أيضا توقف دورها وأعطيت مصالح لأماكن أخرى. السعودية الآن يفرض عليها أن تلعب دور مختلف عما كانت تلعب في القطر الماضي، وهو دعم السعودية وخصوصا جبهة النصرة، وبالتالي شل دور فرنسا. هذا المنظور يدفع باتجاه حل رومسي طرح في الفترة الماضية في وثيقة جنيف وقائم على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية تقود مرحلة انتقالية. هذا ما يجري الآن على الأرض بشكل طبيعي، وهو يوضح ببساطة لكي لا أطيل في الحديث عن وضع الدولة أن أمريكا الآن في صف روسيا في إطار التحول، ولعبت دورا في إبعاد فرنسا وقطر وتركيا عن أي تدخل في سوريا لكي تنجح الحل الروسي. بالتالي يعني تبين أن المؤامرة هي مؤامرة أمريكية بمصلحة روسيا مش بمصلحة الشعب السوري، وأن كل الذين اصطفوا في إطار ثنائية أمريكا روسيا سيكتشفون أنهم هم الذين يصطفون الآن إلى جانب أمريكا وليس من اتهموا أنهم مع أمريكا. بالتالي يعني أعتقد أن الأيام القادمة ستوضح أننا سندخل في مرحلة محاولة تحقيق حل ينهي الصراع بهذا الشكل الدموي ويمكن أن يفتح أفق لتطور آخر يمكن أن نتحدث عنه في أوقات أخرى. وشكراً.